اسمي عفاف عبد الله علي، زوجة الأسير خالد محمد موسى عمر، مسجون في السجن أبها بقاله 7 سنوات بدون تهمة ولا قضية ولا حكم، وإحنا مش عارفين دلوقتي. رحنا للسفير السعودي كذا مرة عشان خاطر نطالب بإخراجه ويدينا وعودات وما ينفذش ولا وعد من الوعودات ديت. رحنا للخارجية المصرية، الخارجية المصرية قالت لنا إن هي بعتت لهم وبتقول إن السلطات السعودية هي اللي معصلجة المواضيع وهي اللي مش راضية بإخراجهم. وإحنا دلوقتي عايزين نعرف راسنا بس من رجلينا، هل الناس دي عملت حاجة؟ لو عملت حاجة يدوهم حكم واحنا نستنى الحكم ونصبر، لكن ما نفضلش كده مش عارفين راسنا من رجلينا. واحنا امهات وعوائل وعندنا اولاد، انا عندي 5 ابناء، 5 ابناء بقالي 7 سنين قاعده بيهم لوحدي بشتغل عليهم، هفضل كده لغايه امتى؟ يعرفونا ان كانوا هم هيطلعوا ولا مش هيطلعوا، هياخدوا احكام نستنى احكامهم ولا مش هياخدوا، نعرف راسنا من رجلينا. انا زوجي اتعرض مرتين للمحاكمه في السعوديه للقضاء السعودي، القضاء السعودي ادوله مرتين براءه، ويجدد السعوديه تجدد اعتقاله من غير اي سبب. طب انا عايز اعرف جوزي مدفون تحت الارض ليه؟ مسجون ليه؟ قعد سنه بحاله سجن انفرادي في تعذيب، كسروا له كتفه، كل الكلام ده انا عايز بسال الملك عبد الله، بقول له انت ليه عامل فينا كده؟ احنا عندنا ابناء، الابناء ديت ليل ونهار بتدعي ربنا وبتقول لك ارجوك ارجوك طلع ابوهم. يعني نتوسل لمين؟ نتوسل لله سبحانه وتعالى ثم انت، ونقول لك لو سمحت يا ملك يا عبد الله طلع ابو العيال، حرام عليك كده، احنا تعبنا والله العظيم تعبنا، مش قادرين نستحمل اكتر من كده. انا واحده تعبت خلاص، تعبت من كتر الشغل على اولادي، تعبت من كتر المسؤوليه، طلع ابو اولادي ارجوك، طلع ابو اولادي، اتوسل اليك طلع ابو اولادي، مش هقول لك اكتر من كده، ارحمني، انت عندك عيال وارحم، ارحم امي شيانه على اولادها، ارحم امي ما يعني نفسها اللي زوجها يرجع لها ويعففها من خروج من بره، يقعد في وسط ولاده، يخلي باله من ولاده. احنا ضايعين والله العظيم، احنا ضايعين، مش هقول اكتر من كده، وربنا المستعان.